je me présente, je m'appelle Mouad, je suis head coach de la team Kanta Gallo Morocco. On a plusieurs groupes dans notre équipe. On a des enfants entre 3 et 5 ans, on a les 6-7 ans, on a les 8-12, on a aussi un groupe compétiteur et on a des adultes aussi. Voilà, je donne des cours un petit peu à tous les âges et l'idée c'était d'organiser des événements un petit peu partout dans le Maroc, faire la rencontre un petit peu de toutes les teams pour créer voilà, une certaine énergie et tisser des liens aussi avec toutes les équipes dans le Maroc, comme ça le niveau national puisse augmenter et pour préparer le futur du Jiu-Jitsu brésilien. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait une rencontre avec les enfants des 3, 5 ans et les 8, 12 ans. Voilà un petit open mat interclub. La première édition s'est déroulée à Tanger, la deuxième édition s'est déroulée à Marrakech et la troisième édition, là, alhamdoulilah, s'est déroulée à Qnitra. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a eu pas mal de niveaux, il y a eu des beaux combats, il y a eu un bon échange et on espère réitérer ça sur le futur, Inch'Allah. Salam alaikum, akoum Zindin Rachidi, head coach de Ultimate Fight Academy of Qnitra. تلاقينا على اساس اننا نديروا اوبن مات بالنسبه للدراري الصغار وليدي كانت هي اننا نشدوا الدراري الصغار ونحاولوا نخدموا مع بعضياتهم ويتعرفوا على بعضياتهم السيل جديد التكنيك جداد وجوه جداد نحاولوا نمشوا نجمعوا كاع الدراري الصغار اللي هما في المغرب ان شاء الله اللي كاين بوتونسيال كبير على اساس اننا نخدموا معاهم ونترينوا معاهم ونوصلوا لوبجيكتيف ونحاولوا على الاقل ولو بطريقه صغيره ننقلوا غير التجربه ديال ابو ظبي كيفاش هما انفيستيو مزيان في السبور لان لو جوجيتسو كيخلي الدري اول شيء كيكون عنده لو كونتاكت سوسيال قوي بحكم على انه في لونترينمون ديالو في السبارينغ ديالو في لي تكنيك ديالو كيكون ديما عنده ان بارتنير اللي هو ديما كولي ليه وبحكم هاد انه دائما كولي انا الدراسه اللي ربما ما كيعرفوش ربما غير صديق ديال المدرسه فكيحاول يربي واحد غولاسيون سوسيال اللي هي كبيره كاين الناس اللي كيكونوا هما تيميد بزاف كيحشموا بزاف كاين الناس اللي عندهم امراض ديال التوحد ما كيقدروش انهم يتعايشوا مع الاخر ما كيقدروش يقيسوا الاخر فلو جوجيتسو بريزيليان هو واحد السبور اللي كيحاول يكسر هاد القاعده هادي وبالنسبه حتى الناس اللي هما ما عندهمش قوه جسمانيه كبيره فلو جوجيتسو بريزيليان كيحاول انه يساعد الناس على انه بلي تكنيك ديالو بلي موفمون ديالو بالحركات ديالو بلاجيليتي ديالو على انه يوصل لوبجيكتيف ديالو في اقرب وقت بدون ما يكون هناك يعني واحد الفوق فيزيك اللي هو كبير فالحمد لله المغرب معروف بلي زاتليت ديالو دائما في جميع المجالات ديال الرياضات الفرديه كتلقى دائما المغاربه سباقين لا في الكيك بوكسينغ لا في المواي تاي لا في جميع الرياضات يعني بدون ما نذكر الاسماء فحاولنا ان نشوفوا ان شاء الله دي ليسيرتي ديالهم باش نخدموا بزاف على الدراري الصغار ونجروهم ويديروا لو جوست بريزيليان باش ان شاء الله ووليداتنا اللي هما غيطلعوا ان شاء الله من بعدنا يشدوا الزمام ديال لو جوجيتسو ويطلعوا فيه بعيد لانه هو رياضه انيقه زوينه وما كيديرهاش اي واحد فذلك هذا هو الهدف ديالنا اننا الحمد لله نوصلوا الرياضه لواحد الهدف اسمى هو اول شيء احترام الاخر احترام النفس فهمتي والتعايش يعني لو جوجيتسو تقدر تعمل سبارينغ مع شي واحد اللي هو اجنبي وفي نفس الوقت كتكون انت كولي ليه العرق على العرق الكيمونو على الكيمونو فهذا هو اللي كيربي لك الكونتاكت السوسيال اللي كيجعل الانسان قوي حتى في الشخصيه ديالو في العمل ديالو في الخدمه ديالو في بزاف الاشياء فالحمد لله كنشكر اول شيء معاد على الانيسياتيف ديالها والكلوب ديال الرباط اليوم ان شاء الله في قنيطرة اكيد انها ما غاتحبش في قنيطرة غدا غتولي في كازا بعد غدا غتولي في طنجه في المغرب كامل حتى نعموا جميع المناطق ديال المغرب بهذا الرياضي ونعملوا ان شاء الله لوبجيكتيف هو نديروا كومبيت اللي فيه هي خاصه غير بالدراري الصغار كنشكر بزاف معاد بهذا المنبر هذا وكنحيي على الانيسياتيف هذه شكرا